العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة، نشرة جديدة من القاهرة الإخبارية، أهلا بكم. والبداية دائما بأبرز العناوين. 18 شهيدا في غارات جوية وقصف مدفعي للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة. الأمم المتحدة تدعو لتنفيذ قرارات الجنائية الدولية بشأن إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت. غارات للاحتلال تستهدف منطقتي حارة حريك والحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت. البداية إذن بتطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. قطاع غزة في حالة هستيرية. بطل في أمل يئسنا. أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد 18 فلسطينيا في غارات جوية وقصف مدفعي للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة، واستشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف للاحتلال على منزل بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة. وأفاد مراسلنا بنسف جيش الاحتلال مباني سكنية في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وأكد مراسلنا استشهاد 6 فلسطينيين في قصف للاحتلال استهدف منزلا يؤوي نازحين لعائلة الهور في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما استشهد فلسطينيان 2 في قصف للاحتلال استهدف منزلا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة 6 من الكوادر الطبية إثر قصف إسرائيلي استهدف مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة. وبحسب بيان الوزارة فقد أسفر الاستهداف عن تدمير المولد الكهربائي الرئيسي لمستشفى كمال عدوان، كما تضررت خزانة المياه. دعا المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان جيرمي لورنس الدول الأطراف في نظام روما إلى احترام قرارات المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذها. وأكد لورنس خلال مؤتمر صحفي أن المفوضية الأممية تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية واختصاصها القضائي، لا سيما فيما يخص إصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يؤاف جالانت. وتعد القضية الصادر بسببها مذكرتا الاعتقال ضد نتنياهو وجالانت منفصلة عن القضية التي تقدمت بها دولة جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، وانضمت إليها عدد من الدول نظرا لأن محكمة العدل الدولية تبت في الدعاوى القضائية بين الدول. في المقابل تبت المحكمة الجنائية الدولية في القضايا المرفوعة ضد الأفراد. لم يكن أكثر المتفائلين بمصير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوقعون أن يأتي يوم تصدر فيه المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه مع وزير دفاعه السابق يوآف جالانت عن جرائمهما في قطاع غزة. فشل لات الدماء التي أسالها الاثنان وجدت أخيراً صداً حقيقياً ورد فعل هو الأول من نوعه في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية،
مع اتهامها لنتنياهو وجالانت بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك منذ 8 أكتوبر العام الماضي 2023، وعلى الأقل حتى 20 مايو الماضي، وهو يوم تقديم النيابة العامة للجنائية الدولية طلبات إصدار مذكرات الاعتقال. الجنائية الدولية وفي حيثيات إصدارها لمذكرتي الاعتقال ضد نتنياهو وجالانت أوضحت أن هناك أسباباً منطقية تدعو للاعتقاد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق ارتكب جرائم حرب ضد المدنيين في قطاع غزة، وأشرف على الهجمات العسكرية التي شنها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين، فضلاً عن ارتكاب أعمال القتل والاضطهاد واستخدام سياسة التجويع ضد أهالي القطاع بمنع دخول المساعدات الأساسية وغير ذلك من الأفعال غير الإنسانية. مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت صنفتهما المحكمة الجنائية بالسرية، وذلك لحماية الشهود وضمان سير التحقيقات، مشيرة إلى أن الإفصاح عن بعض المعلومات الخاصة بمذكرتي الاعتقال جاء بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب الأساليب نفسها داخل القطاع حتى الآن، وهو ما جعل من قبول إسرائيل باختصاص المحكمة الجنائية الدولية غير ضروري نظراً لأن الكشف عن أوامر الاعتقال يصب في مصلحة الضحايا الفلسطينيين. ومع إصدار مذكرتي الاعتقال تم وضع اسم نتنياهو وجالانت على قوائم الترقب ل 124 دولة هم عدد الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وأصبحت هذه الدول ملزمة بالتعاون مع المحكمة للقبض عليهما ليتجرعا مرارة بعض ما اقترفا في غزة. كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحقه، وأضاف نتنياهو أن القرار لن يمنعه من مواصلة الحرب في لبنان وقطاع غزة، وأن حكومته لن تتخلى عن استعادة المحتجزين من قطاع غزة. هذا وطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الدول الأعضاء وغير الأعضاء بالتعاون فيما يخص مذكرات الاعتقال التي تصدرها المحكمة، وناشد خان الدول الأطراف الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي، مرحبا بالتعاون مع الأطراف غير الحكومية في العمل نحو المساءلة واحترام القانون الدولي. كما أعرب مدعي الجنائية الدولية عن قلقه بشأن التقارير عن تصاعد العنف ونقص المساعدات الإنسانية واستمرار الجرائم بغزة والضفة الغربية. من جانبه ثمن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن توقيف رئيس حكومة الاحتلال ووزير دفاعه السابق، هذا وأشار أبو الغيط إلى أن العدالة هي السبيل الحقيقي لتحقيق السلام ودونها لن يتحقق، لافتا إلى أن الترحيب الدولي بهذه الخطوة يعكس رفضا دوليا عارما لجرائم الحرب الإسرائيلية المستمرة ورغبة في إيقافها عند حدها بأي طريق. كشف تحقيق لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن مروحية عسكرية أمريكية تحطمت في شهر نوفمبر 2023 وقتل طاقمها بالكامل في البحر المتوسط، بينما كانت في مهمة سرية لمساعدة جيش الاحتلال في عدوانه على غزة. وأوضحت الصحيفة زيف رواية وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أنذاك، إذ قالت إن المروحية تحطمت أثناء تدريب على التزود بالوقود جوا قبالة سواحل اليونان. حادث، هكذا أعلنت واشنطن في روايتها الرسمية عن فقدها مروحية أثناء تدريب على التزود بالوقود جوا قبالة سواحل اليونان في نوفمبر من العام الماضي، لكن للواقع وجوه أخرى سمتها صحيفة واشنطن بوست مؤخرا.
تقرير الصحيفة كشف النقابة عن تفاصيل جديدة بل وضحت رواية البنتاغون، فلم تكن تلك المروحية في تدريب عابر في البحر المتوسط، فمروحية بلاك هوك كانت ضمن تحرك لوحدة سرية تابعة للقوات الجوية الأمريكية أرسلت إلى البحر المتوسط كرد فعل على هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر. التقرير الذي نشرته واشنطن بوست قدم معلومات تفيد أن الظروف الليلية الصعبة مع إضاءة قمرية ضعيفة بنسبة 12% فقط ساهمت في الحادث، ما أسفر عن مقتل طاقم الطائرة المكون من 5 أفراد. وباستقراء ما بين السطور، فهذا التحرك الأمريكي يأتي ضمن موجات أكبر مستمرة خلال أكثر من عام على هذا العدوان على غزة، وشمل إرسال قوات لإسرائيل لتشغيل أنظمة دفاعية واعتراض الطائرات والصواريخ. حادثة المروحية التي كشف عنها مؤخراً تقدم رؤية أكثر وضوحاً لعمق تورط واشنطن في دعم حرب إسرائيل على غزة، وتؤكد أنه لا مصداقية حقيقية لواشنطن في هذه الأزمة رغم ما تملكه لو أرادت من أوراق ضغط على إسرائيل، لكنها من جانب آخر تكشف للرأي العام الداخلي في الولايات المتحدة أن الدعم لتل أبيب لم يمر سياسياً فحسب، بل عاد جنود أمريكيون لأسر دافعة للضرائب جثث هامدة لوطنهم ضمن حملة دعم مطلق وغير مشروط لاحتلال دام أكثر من 7 عقود. والآن نتحول إلى متابعة التطورات بين لبنان وإسرائيل. من العاصمة بيت المقدس أفاد مراسلنا بشأن جيش الاحتلال 4 غارات جوية استهدفت منطقتي حارة حريك والحدث في ضاحية بيروت الجنوبية، كما أفاد مراسلنا بأن قصفا مدفعيا لجيش الاحتلال استهدف بلدة الناقورة بقضاء صور جنوبي لبنان. وخلال الساعات 24 الماضية استشهد 3 لبنانيين وأصيب آخرون في غارة للاحتلال استهدفت بلدة دير الزهراني بمحيط النبطية جنوبي البلاد، كما ارتفع عدد ضحايا غارات الاحتلال على محافظة بعلبك الهرمل إلى 47 شهيدا على الأقل، فضلا عن إصابة 22 آخرين. وكان جيش الاحتلال أصدر أمرا في وقت سابق بإخلاء 3 قرى في جنوب لبنان وانتقال السكان إلى شمال نهر الأولي، هذا وطلب المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي سكان قرى وبلدات الطيبة عتشيت القصير ودير سريان بإخلاء منازلهم فورا، مشددا على حظر تحرك الأهالي جنوبا. وكان جيش الاحتلال أصدر أوامر إخلاء لسكان منطقتي البرج الشمالي ومعشوق في قضاء صور جنوبية لبنان. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت الزميل أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية. أهلا ومرحبا بك أحمد، ما الجديد لديك حول تطورات العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت وأيضا في الجنوب اللبناني؟ نعم، 4 غارات تعرضت لها الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت في موجة جديدة من العدوان صباح اليوم، وذلك بعد موجات بلغت عددها 4 موجات على مدار يوم أمس تضمنت ما يقرب من 12 غارة جوية على مختلف المناطق فيها الضاحية على مدار يوم أمس. أما اليوم هناك موجة جديدة من الغارات تضمنت 4 غارات جوية على مناطق متفرقة، ربما حارة حريك هي أبرز المناطق التي تتعرض للعدوان في الضاحية الجنوبية، يليها منطقة الحدث التي تعرضت إلى عدوان صباح اليوم أيضا. بالتزامن مع هذا العدوان
على الضاحية الجنوبية، هناك اعتداءات متعددة على مناطق مختلفة في الجنوب اللبناني وتحديدا في القطاع الغربي للجنوب اللبناني الذي شهد على مدار الساعة الماضية سلسلة من عمليات القصف المدفعي العنيف التي نفذتها المدفعية الإسرائيلية تجاه بلدة الناقورة. هذه البلدة التي تقع في طرف القطاع الغربي للجنوب اللبناني وهي بلدة حدودية مع على الحدود بشكل مباشر، وهي بلدة ساحلية أيضا في القطاع الغربي. يأتي ذلك بالتزامن أيضا مع محاولات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي للدخول إلى بلدة الناقورة في هذا القطاع. أرجو منك أن تبقى معي، ننتقل إلى هذه الصورة التي تأتينا من مدينة صور جنوبي لبنان، حيث نرى تصاعد ألسنة الدخان من المنطقة التي هي أمامنا الآن إثر استهداف إسرائيلي يشن على الجنوب اللبناني وتحديدا مدينة صور، ويأتي هذا بالتزامن مع ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي، طيران الاحتلال من شنه لغارات على ضاحية بيروت الجنوبية وأيضا مناطق متفرقة في الجنوب في الضاحية الجنوبية لبيروت. أيضا يأتي ذلك الاستهداف من خلال أن هذه الاستهدافات في الضاحية الجنوبية تطال أيضا حارة حريك ومنطقة الحدث ومناطق أخرى، يعني جيش الاحتلال يقوم بهذه الغارات بعد انذارات بالإخلاء ويقول بأن هذه المناطق التي يستهدفها يدعي بأن لحزب الله نشاط فيها. نعم بالفعل كما كنا نتحدث، بالفعل هذا في إطار العدوان الإسرائيلي على القطاع الغربي للجنوب اللبناني. قبل قليل كانت هناك غارات في مناطق متفرقة في قضاء صور، وهذه المرة أيضا استهدفت غارة جوية إسرائيلية منطقة الحوش في قضاء صور. يأتي ذلك في ظل الغطاء الجوي الكثيف الذي ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه المنطقة في القطاع الغربي في محاولة للتغطية أو دعم قواته التي تحاول توسيع العملية البرية في قضاء صور وتحديدا في القطاع الغربي للجنوب اللبناني. هناك محاولات في هذه الأثناء من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي للتوغل في هذه المنطقة من منطقة سمعة في القطاع الغربي في قضاء صور نحو بلدة الناقورة. هناك أيضا تحركات كثيفة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه المنطقة، ولكن تتصدى المقاومة إلى هذه المحاولات خلال الساعة الماضية. هناك تحذيرات صدرت من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لسكان عدد من المناطق سواء في صور أو في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت. نفذ جيش الاحتلال الغارات التي حذر منها في الضاحية الجنوبية وبلغت 4 غارات، ولكن هذا هو ينفذ في هذه الأثناء التهديدات التي وجهها إلى منطقة صور في الجنوب اللبناني وتحديدا في القطاع الغربي للجنوب اللبناني. نعم أحمد، على كل أحوال أشكرك جزيل الشكر على ما أفدتنا به من تفاصيل ومعلومات. وأيضا لمزيد من المتابعة والتحليل على وقع هذه الاستهدافات والغارات الإسرائيلية ينضم إلينا من بيروت العميد ركن مارسيل بالوكجي الخبير العسكري والاستراتيجي. سيادة العميد أهلا ومرحبا بك، يعني تابعت معنا هذه الاستهدافات الإسرائيلية والغارات التي طالت مدينة صور ومن قبلها بساعات قليلة طالت أيضا الضاحية الجنوبية لبيروت، ما تعليقك على ذلك وكيف قرأت هذه الاستهدافات والغارات؟ صباح الخير لحضرتك وللمشاهدين. أن تطور الأحداث طبيعي بسبب التوغل الإسرائيلي بريا في الجنوب ومحاولة اقتطاع منطقة عازلة في لبنان، استطاع التوغل الأقصى 8 كيلومتر منطقة الناقورة منطقة قيادة الأمم المتحدة، واستطاع الوصول إلى تلال مشارف البياضة، وبالتالي على القطاع الغربي أصبح ممسوكا بالقوات الإسرائيلية، والآن تدور اشتباكات عنيفة بالقطاع الشرقي، محاولة الوصول لأبل السقي ولأخذ للسيطرة على مدينة الخيام، بما يشكل المرحلة الثانية انتهاء المرحلة الثانية عمق بالقطاع اللبناني 8 إلى 9 كيلومتر. وبالتالي متوازيا يدور اجتياح جوي على إلى لبنان
قصف عميق للضاحية، وخاصة بعض القيادات ومراكز المخازن ذخيرة والبيئة الحاضنة لتشكل دار، وأن هذا التصرف طبيعي بسبب كما يبدو فشل المفاوضات وقرار المحكمة الجنائية بالأمس. هذا يعطي ذريعة لنتنياهو إلى الهروب إلى الأمام. نعم. إن المحكمة الجنائية لن تؤثر، الرئيس بوتين قبله والرئيس بشير بالسودان قديما ولم تؤثر كثيرا، لكنها ذريعة لتوسيع الحرب، وأن المايسترو الدولي هو من قرر هذه القرارات، أكان على المحكمة أو قرار الحرب أو قرار الضرب الإسرائيلي على لبنان. وبالتالي سنشهد تصعيدا أعظم بالأهداف والاعتداءات للوصول الأهداف الثلاثة التي يتبغاها الإسرائيلي في لبنان. الهدف ضرب القيادات كافة نجحت حتى الآن، اقتطاع قطاع بلبنان بعمق على 10 كيلومتر امتداد 110 كيلومتر طولا، ونزوح وتهجيري. أما حزب الله يحاول معالجة التحدي الصعب، وهو مقابل التصلب بالقتال والعسكري والعقائدي والجهادي، مقابل الضغط العنيف من النزوح المتصاعد على صعيد البيئة الشيعية الداعمة لحزب الله وبعض المدن. نعم. وبالتالي أمام هذه المعادلة الصعبة لا نتوقع خيرا، وأن المعركة طويلة، وأن التسويات مؤجلة ولا تسوي مؤقتة حتى وصول الرئيس ترامب. تشير هنا سيادة العميد إلى أن هذه الأجواء التي نراها الآن، هذه الاستهدافات المتتالية، هي مصاحبة لهذه الجهود الجارية من أجل التوصل لوقف الإطلاق النار. ربما انعكاس ذلك لن يكون إيجابيا على هذه الجهود، ولكن أريدها هنا أن أشير إلى ما يعني ترسله قوات الاحتلال من إنذارات بالإخلاء تطالب فيها سكان المناطق الجنوبية بالانتقال إلى شمال نهر الأولي، بالتزامن مع هذه الاستهدافات التي تطال مدينة صور في الجنوب اللبناني على الساحل البحر. إذن ما الذي يريده الاحتلال؟ ما هي الأهداف الكامنة وراء ذلك سيادة العميد؟ إن صدرت بالأمس مقولة بإسرائيل إن ما بعد بين الأولي والحدود هي أرض إسرائيل. نعم سيادة العميد. إسرائيلي الأساس أمام هذا الإسرائيلي يشكل نقص في الساحة اللبنانية، فأن المشروع كما يبدو اقتطاع منطقة لبنانية ممكن 10 كيلومتر ممكن حتى الأولي تكون مدمرة كليا، ممنوع على الجيش اللبناني أو اليونيفيل الدخول إليها، وأن المشروع مشروع طويل لحماية شمال إسرائيل، وبالتالي ضمن المشروع الأكبر مشروع عند وصول الرئيس ترامب بالمفاعل النووي الإيراني، التطبيع مع السعودية وخليجية اليمن والدولة الفلسطينية والضفة مشروع غزة. نعم. أمام هذه الخيارات إن معركة في لبنان ستستمر لشهر شهرين حتى تلازم المسارات كافة مع هذا المشروع، وبالتالي لن يقدم لبنان على مشروع سلام أو مشروع وقف إطلاق النار الآن بسبب التساوي مع هذه المسارات. أننا مقبلون على أيام صعبة تصعيدية في لبنان، خاصة لا خيارات بديلة في الساحة اللبنانية، فأمام انتظار وصول وانتهاء مرحلة بايدن وصول الرئيس ترامب سنشهد المزيد، وممكن الوصول إلى الأولي إلا على مراحل. المرحلة الثانية بعد احتلال الخيام بنت جبال البياضة. نعم. كما الوصول إليها بعد منطقة بنت جبال ومنطقة الخيام لم يستطع الإسرائيلي التقدم واحتلالها. نعم. وبالتالي أمام هذه المراحل تقسيم الجنوب اللبناني لدينا معركة طويلة لوصول مشروع جديد. نعم. على كل أحوال أشكرك جزيل الشكر، كنت معي من بيروت العميد ركن مارسيل بالوكجي الخبير العسكري، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، إلى هنا وصلنا لنهاية هذه النشرة، أشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.